وللحديث عن الصراع السياسي في العراق وموقف طهران من الحكومة الجديدة معنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا بك دكتور حامد، يعني بداية كيف تفسر هذا الهدوء النسبي في المشهد السياسي العراقي بعد تكليف حكومة السوداني؟ هل هذه الحكومة بالفعل التي كان ينتظرها العراقيون أم هذا الهدوء مقصود من قبل أطراف العملية السياسية؟ تفضل دكتور. في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام. الحقيقة هذا يعني نسميه احنا التخادم بين المصالح الأمريكية الغربية الإسرائيلية والإيرانية، الحقيقة لم يأتي من فراغ، وإنما جاء نتيجة أزمات دولية واضحة في أوكرانيا، في أوروبا، أزمة الطاقة، أزمة الأزمة الغذائية، والأزمة الرأسمالية الكبرى في العالم. هناك أزمة في دولية كبيرة الحقيقة، لذلك الأمريكان يبحثون عن مصالحهم ومناطق نفوذهم للحفاظ عليها قدر المستطاع، يتنازلون تارة وثم ينهضون للانقضاض على الخصم تارة أخرى. لكن هذا أيضا مرتبط بما يعني عملت عليه أمريكا في أفغانستان في الصيف العام الماضي، لما تنازلت في مباحثات إلى طالبان إيران، إلى طالبان باكستان في أفغانستان، استنزلت بعد 20 عام من الغزو والاحتلال والتدمير. نفس الشيء، صورة تقريبا مشابهة ما يجري في العراق، تنازلت لطالبان إيران هذه المرة، يعني الميليشيات الولائية بعد 20 سنة من تدمير العراق، ثم اتفقت مع إيران على أن السلطة تسلم بعد الانسداد في الوضع السياسي لمدة عام تقريبا، وتهديدات يعني مبطنة بكل أطراف العملية السياسية الفرقة. نعم، لذلك هذه الحكومة لا تشكل أي جزء من مطمح أو مصالح الشعب العراقي على الإطلاق. هي مجرد عملية ترقيع لأزمة حالية تعيش المنطقة وتعيش العالم. نعم. جئت على ذكر إيران دكتور حامد، يعني ماذا عن موقف طهران؟ إلى أي مدى لعبت دورا بما وصلت إليه الأمور في المشهد السياسي بعد العاصفة التي أحدثها الصدر وتحدثت عنها؟ الدور مهم جدا، دور رئيسي، بدليل أن هناك أيضا يعني توافق بين ما حدث في اتفاق حزب الله مع يعني في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أعطت الفرصة لأمريكا أن تحقق نقاط مع إسرائيل على حساب دور حزب الله في لبنان، وهو اعتراف، يعني تقريبا هو شبه اعتراف بإسرائيل في هذه الحالة من قبل حزب الله وإيران مبطن. بالمقابل تنازلت أمريكا إلى حد ما مؤقتا عن السلطة إلى يعني الإطار التنسيقي وإيران بشكل مؤقت، لكن العاصفة سوف تأتي لاحقا إن حدث شيء مفاجئ، وخصوصا في الشارع العراقي. نعم. هل يمكن الحديث دكتور حامد عن تغير بالسياسة الخارجية الإيرانية في العراق، لا سيما بعد التظاهرات التي حدثت هناك في إيران؟ تفضل. نعم، هناك أزمة خالقة تعيشها إيران الآن نتيجة الاحتجاجات، نتيجة ثورة الشعوب الإيرانية في مختلف المدن الإيرانية، يعني من الكرد والعرب والأذريين والأحواز، كل المناطق تقريبا يعني حتى يعني أشبه بفعلا ثورة شعبية عارمة، لولا أنه القمع اللي رافق هذه الثورة الحقيقة من قبل أجهزة الأمن والمخابرات والحرس الثوري الإيراني، اللي حد من نشاط الشعوب الإيرانية. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أيضا الوضع في العراق، يعني تخشى إيران أن تفلت الأمور فيتحرر العراق من رقة الاحتلال الأمريكي الإيراني، وتمتد الثورة إليها أكثر وتطيح بنظام الملالي الآي للصقور. نعم. لكن ألا ترى أن إيران حققت بالفعل ما تريد عبر وصول حكومة تغلب عليها الميليشيات والمحاصصة في العراق؟ ألم تحقق إيران ما تريد في هذه الحالة؟ نعم، هذه الحقيقة ما تسمى نقلة انتظارية، يعني هناك مكسب مؤقت لا يمكن أن يدوم طويلا إذا كان هناك تحضيرات من قبل الشعب العراقي عموما، يعني ثوار تشرين، وإذا دخلوا أيضا الأطراف الأخرى وحتى التيار الصدري يتهيأ الآن، لأنه يعني احتدام حدة الصراع بين
الطرفين يعني بعد ما وصلت إلى سياسة كسر العظم بين الإطار والتيار ممكن أن ينهض، خصوصا أنه العملية الآن تبدأ ب يعني إقالة المسؤولين في أجهزة الدولة من قبل الإطار لأعضاء التيار الصدري. فالعملية المقبلة الأيام القادمة أو الأسابيع أو الأشهر القادمة حبلى بأحداث ومفاجآت كبرى. إلى سؤال آخر الآن، يعني بالمقابل على أي أساس بنت واشنطن موقفها بالنسبة للحكومة الجديدة والترحيب بها رغم تأكيد جميع الأطراف أنها حكومة تتبع إيران بشكل مباشر؟ ألا يعد هذا تعارضا مع موقف أمريكا المعارض لإيران ولتدخلها في العراق بشكل عام؟ الإجراءات البروتوكولية تقتضي هي يعني أن يكون هناك إجراءات يعني تهدئة بما يسمى التهدئة الدبلوماسية والتهدئة الميدانية على أرض الواقع. وبالمناسبة أمريكا لا تخسر شيء، أمريكا توافق على كل أشكال السلطات القمعية والإجرامية والميليشاوية وغيرها، المهم أنه تحافظ على مصالحها. وحتى إصابات الجريمة المنظمة ممكن تتعامل معها أمريكا للحفاظ على مراكز نفوذها ومصالحها. والنفط أيضا مهم جدا بالنسبة لأمريكا الآن، يعني أي حدث مهم في العراق يوقف تصدير النفط سينعكس سلبيا على أزمة الطاقة الآن وأسعار النفط في أمريكا. لذلك هي تريد أن تحافظ على إنتاج النفط العراقي اللي هو يتجاوز 4 مليون برميل يوميا. نعم. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.